بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة النهاردة في برنامج ناس وناس. بنستضيف فيها أستاذنا الدكتور عبد المعطي البيومي، عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر والمفكر الإسلامي المعروف. أستاذنا الدكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا. النهاردة هنتكلم عن الدولة الدينية والدولة الإسلامية والدولة المدنية في الفترة الأخيرة الحقيقة من ساعة ما قامت الثورة، وكثير من الناس يتكلم عن هذه المفاهيم، هناك من يعرف وهناك من لا يعرف. كان لازم نتكلم النهاردة عن الدولة الدينية، تعريفها وحدودها، التخوفات منها. هل مصر بالنموذج الحالي دولة دينية ولا دولة إسلامية ولا دولة مدنية؟ هل في تعارض بين الدولة الإسلامية والمدنية؟ كل ده هنناقشه النهاردة عشان خاطر نحاول أن نضع النقاط فوق الحروف. يمكنكم أن تتواصلوا معنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، أو على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ناس وناس. بنسعد جدا بآرائكم واقتراحاتكم وأيضا نقدكم، وبنحاول قدر المستطاع نتواصل معا لمعرفة ما يمكن أن نتعارف عليه في ضوء الأحداث الأخيرة. تليفوناتنا تظهر على الشاشة أمام حضراتكم تباعا، نتواصل معا أيضا من خلال اتصالاتكم التليفونية على الأرقام أو رسائل SMS. ممكن تشوفونا كمان على موقع القناة على اليوتيوب، قناة CBC على اليوتيوب. أستاذنا الدكتور، الدولة الدينية والمدنية والدولة الإسلامية مفاهيم كثيرة ومصطلحات كثيرة صحيح. تتردد صحيح. منذ أن قامت الثورة وحتى هذه اللحظة، وهناك من الناس من لا يعرفون الفرق بين هذه المصطلحات، والتخوفات لدى البعض من قيام دولة دينية أو دولة إسلامية ذات مرجعية دينية أو دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. هناك تخوف عند البعض من هذا الموضوع. هنحاول نجاوب على أسئلة النهاردة أو على المصطلحات النهاردة، لكن ياريت قبل ما نتكلم في الفروق بينهم نتعرف من حضرتك على الدولة الدينية، تعرفها هي إيه، مفهومها هي إيه الدولة الدينية. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أشكرك على طرح هذا الموضوع لأن ده وقته بالفعل. نعم. ومشكلة أن احنا بنقرأ كتير في الصحف تعريفات كلها ملتبسة، وخاصة فيما يتعلق بالدولة الإسلامية أو الدولة المدنية، والكل بيكتب وكأنه ما عندوش خلفية إسلامية. الدولة الدينية هي التي يحكمها مش الدين، وده فرق مهم جدا عاوز الإخوة المشاهدين يعرفوه. عندما نقول الدولة الدينية لابد أن نقف وقفة مهمة جدا، ليست هي الدولة التي يحكمها الدين، وإنما الدولة التي يحكمها رجال الدين. في فرق بين الدولة اللي بيحكمها الدين والدولة التي يحكمها رجال الدين. رجال الدين، رجال الدين اللي هم بيحتكروا تفسير الدين ويحتكروا الأمر بأيديهم حتى تكون سلطة البابا أو رجل الدين فوق أعلى سلطة في الدولة، سلطة الملك أو سلطة الرئيس أو سلطة الأمير. يبقى اللي بحرك الأمور الرجال الذين يعتقدون أنهم وحدهم هم الذين يعرفون الدين وأنهم يتكلمون باسم الدين. والدولة اللي بيحكمها رجال الدين وبيمنعوا الناس من تفسير الكتاب ويحتكروا نفسهم تفسير الوحي الديني، ولا إعمال لعقل من البشر غير عقل رجال الدين فقط، هي دي الدولة الدينية. ودي لم تظهر كثيرا إلا في عصور سحيقة في التاريخ، حيث كان الملك يعتقد أنه إله والشعب يعتقد أن ده إله أو ابن إله. تطورت هذه الدولة الدينية في الحضارات القديمة حتى وصلت إلى الدولة الثيوقراطية في أوروبا في القرون الوسطى، العصور الوسطى. كان رجال الدين هم قد يحرمون الملك من الكنيسة وبالتالي يعطلوه ويعزلوه. يعني يكن سلطان رجل الدين في الحكم أقوى من سلطان الملك نفسه أو الرئيس نفسه في الدولة. سلطان رجل الدين أقوى من رجل السياسة. طب هو بيستمد سلطانه منين يا دكتور؟ ما هم بيدعي أنه من الدين، يدعي أنه الحضارات القديمة كان بيدعي أنه ابن الإله أو أنه الإله نفسه، كما كان
في بعض فترات الحضارة المصرية القديمة، أو أنه ابن الإله زي ما تطورت الحضارة المصرية والحضارة البابلية والحضارة الفارسية وهكذا. يعني قوته من قوة الدين اللي هو بيعتبر نفسه أنه بيمثله أو أنه هو إلهه أو أنه هو ابن الإله. الحق الإلهي، لأنه هو ده متميز عن البشر، وبالتالي هو اللي بيتكلم باسم الدين فيما بعد. فهذه الدولة انقطعت بالثورات اللي حصلت في أوروبا، الثورة الفرنسية، الثورة الإنجليزية، انتهت هذه الدولة تماما، وعاد رجل الدين إلى الكنيسة، والملك بقى هو اللي يمارس سلطات الملك وسلطات الحكم السياسي. وعزل الدين في الفاتيكان، وأصبح دي مملكة خاصة، رجال الدين هم اللي يحكموا أنفسهم إذن، طالما وأصبح فصل الدين عن الدولة، والعلمانية بقى اللي هي تخاصم. طب هل مر هذا النموذج على الدول الإسلامية منذ أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وحتى هذه اللحظة؟ هل هناك دولة الحكم فيها بهذا الشكل أو أشبه ما يكون بما كانت عليه الدول الأوروبية في القرون الوسطى أو العصور الوسطى؟ ده سؤال مهم جدا يا شيخ مظهر، لأنه الحياة أستاذ مظهر، لأنه لم تشهد الرسالة الإسلامية أو البعثة الإسلامية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم تشهد يعني أي دولة دينية في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مجيئه أسقط الدولة الدينية، لأنه ما كانش عليه الصلاة والسلام حاكم باسم الدين، حاكم كأنه هو المحتكر الدين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء داعيا إلى التوحيد وداعيا إلى الدين، كان دعا في 13 سنة كما تعلم حضرتك إلى العقيدة في 13 سنة، ولم يكن حاكما. كيف تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم عندما طلب إليه أهل المدينة ممثلين في البيعة الثانية فطلبوا إليه أن يتولى الأمر. شوف، طلب إليه أن يتولى الأمر، يعني هو لم يأخذ وكان لا زال في مكة في هذا التوقيت، كان لم يزال في مكة العقبة الثانية، داعية إلى العقيدة وإلى الدين، أخذ الحكم ببيعة من أهل المدينة الذين جاءوا بوفد، فكأنها بيعة مدنية، بيعة مدنية مش دينية، بيعة مدنية. فهو يعني لم تأتي آية في القرآن أو لم يوحى إليه بحديث شريف إن تولى الحكم، خذ الحكم على هؤلاء الناس، وإنما هم الذين حكموه على أنفسه. ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الأمر، يعني عندما تطلق كلمة الأمر في القرآن أو السنة يقصد بها الحكم، ولي الأمر يعني ولي الحكم. لكن لما تطلق كلمة الحكم تبقى القضاء، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا يعني القضاء لله، القضاء لله. لكن من يتولى الأمر وشاورهم في الأمر. بس في ناس خلطت على فكرة، المسألة دي مهمة قوي، إن في ناس بتاخد آية إن الحكم إلا لله وتجعله دليل على إقامة الدولة الدينية بإطلاق، على اعتبار إن الحكم لله يبقى الحكم لرجال الدين كأنهم ممثلين عن الله، عن المولى عز وجل في هذا الأرض. فهم يعني مغلوط، جاي من التفرقة بين الحكم والأمر. يعني عندما يصف القرآن المجموعة المجموعة المجتمع الناس الشعب، والأمرهم أمرهم يعني إيه بقى؟ الحكم اللي هو تولية، مش الحكم بالمعنى الحديث، لكن الأمر يعني الأمر العام، شورى بينه، أمرهم شورى بينه، وشاورهم في الأمر، يعني شاورهم في الإمارة، وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. يعني ده لابد من نفرق هذا بين الأمر والحكم. الأمر هو الشأن العام، الشؤون العامة، الممارسة السياسية والممارسة الحياتية العادية والدولة. لكن عندما يتعلق الأمر بالقضاء، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، الحكم في القضايا في الخصومات. ولذلك الآية دي جاية في الخصومة، لما واحد سرق درع فاتهم بها يهودي، فكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم على اليهودي لأن في شاهدين، فنزل الوحي ليصحح الحكم في القضية دي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالقضاء، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم من القضايا أو الخصومات، القضايا في الخصومات. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتكر الحكم
بادعاء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستشير في الشؤون العامة. ولذلك كان يقول لرسول الله، كان يقول لأبي بكر وعمر: إذا اتفقتما على شيء ما خالفتكما. يعني ما لا يعني كان لا يسعه مخالفة أبي بكر وعمر. وفي القضايا العامة اللي هي العسكرية والسياسية والاقتصادية كان يستشير في كل هذه الأمور، ولم يحتكر الحكم أو القضاء، بقى هنسمي الحكم بقى بالمفهوم الحديث، لم يحتكر الحكم على أساس أنه معصوم وأنه يوحى إليه، وإنما كان يلتزم بالقواعد الدينية العامة والآيات القطعية ويدير الأمر بالشورى. جميل يا دكتور، بس أتفضل. دلوقتي ممكن يتبادر إلى ذهن حد أحد المشاهدين مثلا أتفضل. إن إحنا كأننا نرفض أن يتولى الإمارة أو يتولى الحكم أو منصب الرئاسة أحد الدعاة مثلا أو أحد رجال الدين مثلا أو أحد من يعمل أو مهتم بالشأن الديني في مصر، على اعتبار أن إحنا نريد أن نجعل هذا المنصب بعيد عن الدين تماما. في حد ممكن يفهم الكلام ده كده الآن وهو فهم خاطئ، ونحن لا نقصده بالطبع، لكن هل معنى ذلك إقصاء رجل الدين أو الدين عن الحكم؟ لا، هو هيحكم إزاي؟ لا فرق بين رجل الدين وبين رجل السياسة أو أي إنسان. رجل الدين هنا بيمثل رجل عام أو معني بالشؤون، بتدبير أمور الدولة، أمور الناس، أمور الشعب. رجل الدين هنا شأنه كأي واحد، إذا جاز لأي إنسان أن يحكم أو أن يتولى الحكم، يبقى هيبقى شأنه شأن رجل الصناعة، رجل السياسة، رجل الحرب، عسكري، كل الناس سواء. يعني لا ينظر إليه على اعتبار أنه معصوم أو أنه يوحى إليه أو أنه يتكلم باسم الله في الأرض أو باسم الدين الإسلامي في الأرض مثلا. هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام، فلا يعترض عليه من باب أنه مبلغ عن الله أو مبلغ عن رسوله مثلا، لكن يتعامل معه على أساس أنه حاكم وأنه بشر يصيب ويخطئ وأنه يتعامل وفق ما تعرفت عليه الدولة من دستور أو قوانين أو ما إلى ذلك. إذا كان حيبقى مبلغ عن الله عز وجل هو مبلغ للبشر، فالأمر معروض على البشر كما هو معروض عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المواقع العسكرية، كل المواقع العسكرية حتى يستشير ابتداء من بدر كان يستشير، ولا ويعني هو عسكر في مكان كما تعلم. نعم. عسكر في مكان، فجاءه الحباب بن منذر، قال له: أوحي أنزلكه الله؟ هل هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له: إذن ليس هذا بمنزل. شوف، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما جاء به عن ربه. نعم. فقال له: ده منزل أنزلكه الله؟ نبقى ما فيش حد يتكلم يعترض، ولا هو مسألة بقى بشرية عادية ناخد فيها بالرأي مع بعض، ولا ده شغل مدني؟ شغل بشري. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ده بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له: إذن ليس هذا بمنزل. نروح بقى بدر، نرد بدرا، نشرب ولا يشربون، ونسقي ولا يسقون. يعني شوف، ده واحد فاهم أنه فيه تمييز بين الأمور الدينية، العبادات والصلاة والزكاة والصيام والحج أو القواعد العامة للدين، يبقى يتبع فيما شيء من الأمور الدنيوية، يبقى يبتكر مش يبتدع، يبتكر. يعني يبقى إذن ليس يا دكتور منزل. وكأن الصراع على مسألة الحكم أو الصراع على منصب الرئيس لا ينبغي أن يكون منطلق من الدين، أن ينطلق الصراع من الدين، على اعتبار أن هذا الرجل طالما أنه يمثل رجل دين فهو الأصلح أو هو الأنسب، وإذا كان الثاني مثلا لا يعرف يبقى يجب ألا يتبوأ هذه المكانة. الأمر يبنى على الخبرة أو على الحنكة أو على ما إلى ذلك، على وبالإضافة طبعا إلى 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 السلوك والأخلاق الحميدة والقويمة وما إلى ذلك. القوة والأمانة والكفاءة، حتى لو كان رجل الدين وليس كفءا لا يصلح. إذا كان رجل عام أو رجل عادي، مش في الأمور، مش متخصص في الأمور الدينية، رجل عادي وأكفى من رجل الدين في القيادة وفي إدارة الأمور، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين. نعم. هو قوي وأمين، يعني يبقى هو أصلح، يجمع بين الخلق
الإسلامي الرفيع المحترم وبين الخبرة والقوة ما كده. ويكون عارف يعني أنه يحكم عقله في الأمور في ضوء القواعد الدينية والأخلاقية العامة. الدولة المدينة المنورة باعتبارها هي أول دولة في الإسلام ودولة أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت مليئة بالصراعات يعني وقت أن دخلها الرسول الكريم ومعه أصحابه الكرام، كانت مليئة بالصراعات. كان هناك المنافقين، وكان هناك الأوس والخزرج، وكان هناك اليهود متحصنين في حصونهم وأيضا على قوة أو على درجة اقتصادية عالية ويتحكمون في أهل المدينة وما إلى ذلك. بنى دولة، ومعروف الأسس اللي بنى عليها الدولة، بدأ ببناء المسجد ثم المؤاخاة ثم الصلح بين الأوس والخزرج والمخامد ثم الوثيقة مع اليهود. نعم الوثيقة، لأن المجتمع زي ما بتقول حضرتك كان مجتمع متعدد. لكن متعدد. أنا عاوز أسأل السؤال، يعني الدولة المدنية، دولة المدينة المنورة، هل نستطيع أن نسميها دولة مدنية بالمفهوم الحديث ذات مرجعية إسلامية مثلا زي ما بنقول، ولا دولة مدنية قريبة إلى الدولة الدينية مثلا في بالمفهوم القديم العصور الوسطى، نسميها إيه يا دكتور؟ أنا سميتها دولة مدنية، وليه كتاب يمكن أنت شفته الإسلام والدولة المدنية، وبقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكما مدنيا وكانت الدولة مدنية. لكن الدولة المدنية، التي يشتغل فيها الكل بالشأن العام ويؤدي فيها العقل البشري، العقل الإنساني، دوره كاملا بجانب الوحي. لا يمكن أن يستغني الوحي عن العقل الإنساني وعن البشر، لأنهم الذين سيديرون الحياة ويديرون الشأن العام أو الأمر العام. فدي كانت دولة مدنية. لكن أستاذ مظهر، إنه الدولة المدنية مفتوحة لكل المرجعيات. في دولة مدنية تقول لك إن أنا سأحكم العقل وحده، خلاص دي علمانية. وفي دولة مدنية تقول لك أنا مرجعيتي القواطع الدينية، ما أقدرش أتنحى عن الأخلاق، ودي مرجعية إسلامية. فإحنا دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، لكن عاوز أحدد دور الإسلام في هذه الدولة كمرجعية، ليست الأحكام الفقهية. بمعنى يا دكتور، الأول نتفق على أن الدولة المدينة المنورة كانت دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية بالمفهوم ده؟ نعم، بمفهوم أنه ما كان من الأمور المتغيرة يرجع فيها إلى الاجتهاد العقلي، اجتهاد البشر في القواعد العامة التي تمثل مرجعية ثابتة. القواعد العامة يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، ده مبدأ عام من مبادئ الشرع، ما أقدرش أترك المبدأ في ضوء الأخلاق الإسلامية، ما أقدرش. وضر القواعد الإسلامية مثلا أحكام الأسر، ما أقدرش أترك الإسلام وأعمل زواج المثليين. هذا ما هذا أول الراجل يتجوز خمسة أو الزوجة تتجوز اثنين مثلا، قواعد عامة. طيب أنا هقف مع سيادتك في مسألة تفسير المصطلح الشهير ذات مرجعية إسلامية. إيه حدود هذه المرجعية وإيه مفهومه وإيه معناه؟ لكن بعد فاصل. فاصل ونكمل مع الدكتور عبد المعطي البيومي المفكر الإسلامي هذه الحلقة حول بعض أو تعريف بعض المصطلحات المشهورة، الدولة الدينية والدولة الإسلامية والدولة المدنية. اهلا بحضراتكم من جديد، بنأكد على حضراتكم ممكن تتواصلوا معنا على ارقامنا على اللي بتظهر امام حضراتكم على الشاشه او على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج ناس وناس. السؤال المهم اللي سالته للدكتور عبد المعطي بيومي قبل الفاصل، المصطلح الشهير دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه، حدودها ايه يا دكتور؟ وايه اللبس اللي بيحصل عند الناس بسبب هذا المصطلح؟ حدودها انه مرجعية اسلامية بيحصل لبس من ناحيتين. الناحية الاولى انه مرجعية اسلامية كأنه بيغطي على فكرة البدنية بتاع الدولة، العقل البشري او التصرف البشري. ومرة تانية يحصل لبس انه مرجعية اسلامية ان انا هاخد احكام الفقه الاسلامي. بمعنى
انه يعني الاحكام الفقهيه المتغيره في امور الدنيا المتغيره زي السياسه، الاقتصاد، العسكريه، الشؤون العامه. لا، هي مرجعيه اسلاميه لا تلغي العقل البشري ولا تلغي انه الامور الدنيويه تبقى بتدبير الناس ملتزمين بالقواعد الاسلاميه العامه، المبادئ الاخلاقيه الكلية التي لا تتغير بتغير الزمان وثابتة ثبوت دائم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا: إذا أمرتكم بشيء من عند الله فخذوه، وإذا أمرتكم بشيء من عندي فإنما ظننت ظنا. أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فأنتم أعلموا بأمور دنياكم. الأمور المتغيرة في المعاملات الاقتصادية، في المعاملات اللي الشخصية الأحوال الشخصية اللي قلنا عليه الزواج والطلاق والكلام، في الملبس والمأكل والمشرب، برجع إلى المبادئ العامة للدين. المأكل والمشرب ما حرمه الإسلام بنص قطعي يبقى أنا ما فيش خيار فيه. مثلا تحريم الخمر أنا حرام على كل مسلم، ويترك تنفيذه إلى الإنسان نفسه. الملبس يترك تنفيذه يعني معنى ما ينفعش الحاكم يشرع قانون يحل الخمر ان لا، او ان مثلا البنت اللي مش محجبه تحبس. لا، ما يقدرش، لانه دي امر يعني ده امر موجه الى الافراد. اصلا بسال السؤال ده تحديدا ليه؟ انا عارف، لان في ناس بتخوف جدا من مساله ان اذا كان الرئيس صاحب هويه اسلاميه مثلا، نعم، فبيظنوا ان هو يملك القرار في انه يحجبهم غصب عنهم، ما ينزلهاش من البيت الا في وقت معين، اذا كانت موظفه يقعدها في البيت، يعني يتحكم في قرار مصيرها بما فيه هذه الامور. لا، ده بياخد اختصاص الله. الله سبحانه وتعالى امر بالحجاب، يبقى الانسان يلتزم او المراه تلتزم بينها وبين الله عز وجل. ولما يلتزمش ربنا اللي يحاسبه. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. انت عليك ان تبلغ. أن تبلغ وتربي الناس على هذا. إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ مش الحساب. أنت تبلغ الشريعة وتبلغ أوامرها، ده حرام وده حلال، يبقى واضح للناس جميعا أن هذا حرام وهذا حلال. عند التنفيذ يترك الأمر للأفراد إلا ما كان مختصا بالشأن العام، يعني أو يعود إلا إذا ضريت واحد. يعود، ما انا كنت لسه اقول، او يعود ضرره على الاخر بقى. أيوة. على المجتمع او على الفرد، زي مثلا مساله الشذوذ او مساله الاقتصاد، مساله القذافيه كثيره، يبقى حد القذف او عقوبه القذف. اذا انت اضريت واحد يبقى اذا انت حر ما لم تضر. يبقى ربنا يحاسبك على الامور التي امرت بها من قبل الله سبحانه وتعالى ورسوله. طب يا دكتور عبد المعطي، في ناس لما تسمع الحديث عن دولة مدنية يجي في بالها على طول ان اللي بيقول الكلام ده عاوزها دولة علمانية. في فرق. بمعنى دولة علمانية يعني فيها انفلات اخلاقي، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. وفي ناس تعبد بقى البقر، ناس تعبد ربنا، ناس تعبد الفيران، كل واحد حر بشكل كامل، يعني حتى في اختيار عقيدته، حتى في انه ارتد عن الاسلام، حتى انه يكتب قصص او روايات فيها تجني على ذات الالهية مثلا او خلافه. هل هناك فرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، أم أن هذا الشعور أو أن هذه الهواجس حقيقية؟ لا، الدولة المدنية بتبقى مرجعيتها أحيانا قد تكون مرجعية إسلامية، وقد تكون مرجعية مسيحية، وقد تكون مرجعية، لكن أنا عندما أحدد أن الدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، زي ما خلينا نتكلم عن مصر، اعتبرنا احنا نموذج الآن الكلام كله بيدور عليه، هو احنا حددنا أنه الدولة مدنية مرجعيتها إسلامية. يبقى إذن في الحكم بتاعي أنا لا أستطيع أن الإطار العام للإسلام، القاعدة الأخلاقية العامة للإسلام، لا أستطيع أن أسن قانون يخالف شرع الله، يخالف نص إسلامي قطعي، أو يخالف قاعدة أخلاقية. يعني مثلا لا أستطيع أن أقول أن الخمر مباحة للمسلمين، لا، الخمر تظل حراما. لا أستطيع أن أقول أنه زواج المثليين،
يعني ما لا استطيع ان اسن قانونا، او ارخص نوادي للقمار مثلا، او اخصص، او ارخص دور للبغاء والعياذ بالله. ده 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 يمكن المرجعيه الاسلاميه هنا بقى تمنع مثل هذا، تمنع مثل هذا من قاعده لا ضرر ولا ضرار اللي قلنا عليه في الاول خالص. لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد اولى من جلب الطاعات وخلافه. وعند نص قطعي ان النص القطعي انا لا لا لا, لا, لا اخاصمه ولا اخالفه. اما الدوله العلمانيه الحقيقه، ودي اللي انا ما بفضلهاش ولا اقبلها، الدوله العلمانيه اللي بيبقى فيها التشريع مفتوح بلا رقابه، بلا رقابه سماويه او اخلاقيه، ولا حتى الاخلاقيه. يعني زواج المثليين ده مخالف للاخلاق، حتى ممنوع في اي دوله تتخذ لنفسها معيار، حتى لو كانت دوله يعني يعني بتتسم بمتابعه الاخلاق الحميده، لا تستطيع ان تسنها. ولذلك احنا لا نقبل دوله علمانيه، انا لا اقبل دوله علمانيه بمعنى التحرر الكامل، التحرر والخروج الكامل عن من سلطه الشريعة. الدين اذا كان هذا هو معنى العلمانيه، لكن هناك علمانيه بتراعي الدين ولا تخرج عنه، يعني نقدر نقول عليها مدنيه، ده مدني. ولذلك انا بفضل تعبير مدنيه ومدنيه، لانه انا ملتزم بالدين، اي دين خد بال سيادتك، يعني هو يعني لان المنظومه الخلقيه في الاديان واحده، يعني المنظومه الاخلاقيه في الاسلام هي نفس الاخلاق المسيحيه، نفس الاخلاق اليهوديه، يعني لا تزني، لا تسرق، لا 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 تقتل، هذه الاخلاقيات موافقه للاديان كلها وهي جزء من البناء الديني، اللي هي الضرورات اللي بنسميها الضرورات الخمسه. ولذلك حساسيه لما اقول دوله مدنيه، لدى الاسلام ولدى المسيحي، لانه انا ملتزم بألا اشرع قانونا يخترق او يخالف الشريعه الاسلاميه، وبالتالي مش هيكون مخالف للشريعه المسيحيه او الدوله او الدين المسيحي. فده الفرق بين العلمانيه وبين المدنيه. احد الاخوه بالامس للاسف يعني بيقول ان بيتكلم في الدين باسم الدين، وبيقول ان هو عاوز يلغي الماده الثانيه من الدستور لان ما فيش حاجه اسمها مرجعيه اسلاميه، وبيتكلم عن عصر الصحابة، بيقول إن ده من أسوأ عصور العصور في الدولة الإسلامية، لأن الصحابة كانوا بيقتلوا بعض، وكان هناك حرب بين علي ومعاوية، وبين علي وسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعا يعني. نعم. وبين سيدنا عثمان وبين سيدنا الناس من سيدنا من عند سيدنا علي، يعني قال كلام كتير فيه لخبطة، وكان بيصب في حتة إن مسألة المرجعية الإسلامية ديت اللي دوشنا بيها ليل ونهار ديت ملهاش لازمة، لأن هي في النهاية ما بتصبش إلا في صالح الفساد والخراب والدمار، والإسلام ما بياخدش دولة، الإسلام ده حاجة تعبدية بينك وبين ربنا، لكنه لا يقود دولة، والمفروض ما يبقاش ليه علاقة أبدا بالدولة من قريب أو بعيد. هل هناك من رد على هذا الكلام؟ ده مش بخالف الإسلام فقط، ده بخالف أيضا المسيحية وبخالف اليهودية. هذا كلام لا ديني، عبث، هذا كلام لا ديني، يعني هو ده ليست له مرجعية على الإطلاق. لماذا؟ لأن حتى مرجعية العقل البحث لا توافق على هذا. عندما أكون لابد لكل دولة من مرجعية، لأن لابد أن تلتزم في النهاية الحرية الشخصية، الحرية الإنسانية، بقيد أخلاق، بضابط أخلاقي. لأنه لو مسكنا خريطة العالم وهذا القائل أطالب بأن يأتيني بدولة في العالم بمثل هذا الذي يقوله، الناس بتعمل اللي عايزاه كده، الناس كل واحد بيعمل اللي هو عايزه يعني. ما تبقى فوضى، لأنه في النهاية لابد من التزام للحرية. دكتور عبد المعطي، إذن هو كلام عبث، كلام عبثي، ما يعني لا قيمة له. وبعدين الدولة المادة الثانية من الدستور هي تحمي حقوق غير المسلمين كما تحمي حقوق المسلمين سواء بسواء، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والمفكرون المسيحيون الذين يعني يحكمون العقل يقولون إن هذا ضمان لغير المسلم. وفي ناس تمسكوا بها من المسيحيين وقالوا احنا بنطالب بتثبيت المادة الثانية من الدستور كما هي، لا ولا 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 يعني هو بس بيضيف عليها شرحا لها، ان يعود المسيح وللحال المسيحيين الحق في الاحوال العوده الى، واحنا زودناها في وثيقه الازهر. يعني انا في حوار كثير مع بين الاسلام والمسيحيه وبشترك فيه، انه هم يعني
إن يقول نحن نعرف أن المادة الثانية تضمن حقوق المسيحيين في مصر وفي المعاملات الشخصية وفي المعاملات العامة. طيب وفي بس كل أنا شيء. أنا في حاجة أنا نفسي أفهمها. اتفضل. هو ليه التخوف حقيقة، يعني ليه عند البعض تخوف حقيقي من مسألة المرجعية الإسلامية دي؟ ليه؟ يعني إذا كنا حضرتك وكل اللي بيتكلموا على أن المرجعية الإسلامية لا تعني القهر، ولا تعني أن اللي بيحكم باسم الدين، ولا تعني أن اللي بيحكم ده خليفة الله في أرضه وأنه معصوم، وتعني ولا تعني أن الدولة إطلاقا تسير وفق ما كانت عليه دون تحرر أو دون تقدم. إذا كان كل ده حضراتكم بتبينوه للناس يوم بعد يوم ومفهوم جدا، إيه الهاجس اللي بيهاجم ده أو مش عاجبه ده؟ خايف من إيه بالظبط من وجهة نظرك يا دكتور عبد المعطي؟ تعرف هقول لحضرتك، هو التخوف مش من الإسلام، التخوف من سوء الفهم للإسلام. يعني أنت لما تقول مرجعية إسلامية يخاف منك الجاهل، يقول لك هينقص عليا حياتي بقى، أما الفاهم لا يخاف. إذا الفاهم خاف يبقى يخاف من أنه اللي يعلن أنه الدولة ستكون مرجعية إسلامية يخاف من مستوى فهم أنت ما هتطبق مرجعية إسلامية لغاية فين؟ بأنهي فهم؟ وهتعمل إيه؟ في حدودك بقى؟ وبأي فهم؟ بين لي بقى أنت هتطبق المرجعية، هيكون التزامك بالمرجعية الإسلامية إزاي؟ والله إذا كنت أنت هتدخل المعاملات المتغيرة أو السلوك الشخصي للأفراد داخل اليافطة بتاعتك مرجعية إسلامية يبقى هنختلف. ليه؟ لأن الفقه في الأمور الفرعية، أمور المعاملات، هذا الفقه متغير من وقت إلى وقت ومن حل إلى حل. في مشكلة واحدة بيتغير حلها الفقهي في بلد غير بلد آخر، وفي زمان غير زمان آخر. يبقى ما ينفعش تخلي المسألة الفقهية دائما أسس من أسس الحكم، يعني أساس من أساس الحكم في مصر. المعاملات الدنيوية ما تخليهاش أساس من أسس الحكم إلا محكومة بقواعد عامة. السلوك الشخصي، أنا هلبس إيه؟ هتقول لي لو والله أنت تلبس جلابية لأن ده كان ملبس الصحابة وملبس الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام. لازم أنت ما تقلعش رأسك. لأنه في الفقه يقول لي أنه خلع الرأس ده من الأشياء اللي تطعن في العدالة. لا تقبل شهادة من يخلع رأسه. ده على كده احنا لو دورنا على حد عشان يبقى يشهد شهادة حق من لاقيش اليومين دول. ده الاختلاط بيجي من هنا، الاضطراب بيجي من هنا. وكان اللي ياكل في الشارع قديما كان لا تقبل شهادته. لا تقبل شهادته. يعني النهارده بناكل كلنا في الشارع دلوقتي. يعني. واللي يضرب على الدف او موسيقى لا تقبل شهادته. هترد شهادة كل الفنانين. ومن تبول واقفا. أو تبول في الشارع. يعني مسائل كثيرة جدا محتاجة أو تفسير. قاعد على قارعة الطريق باستمرار يدمن القاعدة على الطريق يبقى لا تقبل شهادته. أمال لو قاعد على القهوة يبقى إيه بقى؟ ده لا تقبل شهادته ده يعني ده يطرد. المرجعية الإسلامية عايزة تحديد. ولذلك اللي بيخاف منها يا إما اللي يجهل المرجعية الإسلامية إنه هيرجع لي إلى الثوابت. مش يحكم السلوك الشخصي. يعني 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 اللي خايف ده أحد شخصين. أيوه. يا إما واحد مش عاوز ان هناك ان تكون هناك اخلاق تحكمه، عاوز يتحرش وينفلت زي ما هو عاوز. ايوه. يا اما شخص متخوف من ان اللي يطبق النظام الاسلامي يطبقه غلط فيضره. ايوه. واللي يعلن كمان حتى لما يتولى الحكم واحد مثلا رئيس وزراء او وزير او رئيس او ولا انا هتكون مرجعيتي اسلاميه، يقول هعمل ايه؟ يقول لي ايه فهمك للمرجعيه الاسلاميه؟ المرجعيه الاسلاميه في الثوابت وفي النصوص القطعية ولا في السلوك الشخصي والمعاملات الدنيوية؟ إذا كنت هتترك السلوك الشخصي للناس والمعاملات الدنيوية للأمر شورى والديمقراطية والشركة في كذا يبقى أنت فاهم سليم. أما إذا كنت هتقول لي مرجعية إسلامية إن أنت هتحكم المذهب الشافعي أو المذهب الفلاني وبالنص، بعض الدول بتعمل كده انها تحكم في المعاملات الدنيويه المتغيره ببعض احكام ما عادتش لابد يتغير القانون. زي الامام الشافعي ما كان في العراق ولما جه الى مصر لقى بعض مسائل مذهبه اللي كان بيدافع عنها باستماته في العراق غيرها عشان البيئه.
عشان البيئة وظروفه والأحوال تغيرت فبيتغير معاه. فالأمور المتغيرة مرجعيتها الإسلامية آنية، تلجأ بقى للإيه للدارسي القانون والشريعة يعملوا إيه. إنما الدولة العلمانية بمفهوم عزل الدين عن الدولة سيادتك بترفضها تماما. برفضها لأن هي قد توهم إن أنا هنفصل عن الدين، ولأن أخطرها أعتقد كبيرة جدا. ولذلك كثير من المفكرين الآن، الفكرين العلمانيين حتى، أصبحوا الحقيقة الآن يقولون بالدولة المدنية ولا يقولون بالدولة العلمانية. إيه بقى الدولة الليبرالية يا دكتور؟ يعني بنسمع مصالح ليبرالي لدرجة إن في بعض الناس بيكفروا الليبرالية أو بيكفروا الليبرالي، أو لو أنت قلت أنا 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 رجل ليبرالي يبقى أنت كده كافر. يبقى يعني هل الليبرالية كفر فعلا ولا ليها أكتر من معنى، ولا الناس فاهمة غلط ولا إيه؟ لا، الليبرالية توازي المدنية الحقيقة. بمعنى إيه؟ الليبرالية، تعال نشوف معنى كلمة ليبرالية وهل المعاني دي وردت في الإسلام أو لا. تفضل. ليبرالية يعني حرية. حرية السلوك، حرية التفكير، حرية التعبير، حرية العقيدة، حرية التدين. لما نيجي نشوف القرآن ضمن هذه الأمور، ضمن هذه الأمور. يعني مثلا حرية التدين، حرية العقيدة، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حرية العمل، حرية يعني لما نقرأ سورة الشورى، فاستقم كما أمرت ولا تبع، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا، الله وربكم، ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالنا ولكم أعمال، لا حجة بيننا وبينكم، هذه لا حجة، يعني الله يجمع بيننا وإليه المصير، وإليه المصير. يعني هو المحاسب، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت نذير، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، أن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. فأنت عليك تبلغ البشارة، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي الليبرالية. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طبعا. إزاي الليبرالية؟ ولذلك أنا يعني، لكن يا دكتور في حتة خطيرة جدا هنا. اتفضل. إذا قلنا الليبرالية تعني الحرية، وإذا وقبول التعددية، وقبول التعددية في مسلم في ما هو ده معناه إن بعض الناس هيقول لك الله، ما هو بيقول أنا حر، أنا حر أتجوز اللي أنا عايزه، أنا حر أزني، أنا حر أشرب خمرة، أنا حر ألبس اللي أنا عايزه، أنا حر في تفكيري، أكتب رواية أقول فيها، أعمل فيلم بطل وسيدنا محمد مثلا، أنا حر أعمل. ما هو إذا كان الليبرالية تعني الحرية، وإحنا بنقول الحرية ده شيء كفلها الإسلام، يبقى معنى ذلك إن هم يعملوا كل ده؟ لا، شوف طبعا دي حاجات كلها غلط. لا لا لا، ما هو فيه الليبرالية زي المدنية لها إطار ملتزمة بيه. يعني ما فيش حرية التعبير لها إطار إن أنت لا تزدري الأديان. يعني أنا مسلم لا أزدري المسيحية، لا أزدري اليهودية، ومسيحي لا أزدري الإسلام. يعني إذا بنقول الليبرالية إذا كانت تعني الحرية المنضبطة، الحرية التي لها حدود تنتهي عند الضرر أو عند الحق الضرر بالآخر، يبقى مقبولة. إنما الحرية التي لا حدود لها، والتي تعني غير مسؤولة، والتي تعني الفوضى أو تعني كذا، هذا مرفوض، أمر مرفوض تماما، وما لهاش واقع. يعني ما لهاش واقع ولا تلتزم طب بها. طب أنا معايا لو تسمح لي نشوف تليفونين كده من إخواننا الكرام، رأيهم إيه في الموضوع. دكتور محمود من القاهرة، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم يا أستاذ مظهر. عليكم السلام دكتور محمود، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة دايما على برامجك القيمة اللي حضرتك بتعرض. أشكرك يا فندم جدا. وليا تفاعل الحقيقة بخصوص يعني استضافة الدكتور عبد المعطي، لأن بقالنا فترة ما كناش بنشوفه الحقيقة في وسائل الإعلام. فحضرتك مشكورا تكرمت واستضافته يوم الثورة 25 يناير في برنامج على الثورة، والنهاردة للحديث. نعم يا فندم. فالحقيقة يمكن طبعا أنا مستمع لأراء الدكتور عبد المعطي، وكنت استمعت ليها أكثر من مرة قبل كده، لكن الحقيقة وجب التنويه بجزئية مهمة جدا الحقيقة، عشان برضو المشاهدين يبقوا علمي بيها. جميل، تمام. وهي الدكتور عبد المعطي طبعا له أراءه باعتباره أمين لجنة الإعلام السابق في الحزب الوطني، وطبعا له الفتوى الشهيرة بخصوص موضوع تأجير الأرحام. نعم. فكنا عايزين نعرف ايه اراءه بخصوص المواضيع دي، واكون شاكر. تأجير الأرحام؟ ايوه. شكرا جزيلا. على الانترنت للي يحب. حاضر حاضر حاضر. هو بيقول انا ما قلتش في تليفون تاني. طب ثواني، في تليفون تاني يا استاذ مصطفى.
أستاذة غادة من الزقازيق، السلام عليكم. عادل، أهلا وسهلا. عادل، أستاذ عادل، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. أنا برحب بحضرتك وبالضيف الكريم. أشكرك. أنا كنت عايز بس أسأل بالنسبة لحرية الرأي والإبداع والفكر اللي في وثيقة الأزهر. نعم. وإزاي إعمال النقل، العقل على النقل. إعمال العقل على النقل. تيجي ازاي دي؟ تقديم العقل مثلا في الفن وفي الثقافه وفي لما اخذ يعني معلش في المسخره اللي بتيجي في الافلام والتمثيلات نعم. والحاجات دي نسقط نعم. عليها نحطها تحت اسم ايه؟ حاضر حاضر. في سؤالين لحضرتك، في سؤال تاني استاذ ابراهيم. نعم، انا ما عنديش سؤال، لا انا عايز يعني احيي الدكتور. اشكرك، اتفضل. من ليبيا، اهلا وسهلا. أنا أقدر هذه المناقشة، وكنت أعتقد أن يسمحها من فقهاء مصر من باستمرار. يعني هناك فرق بين سند السلطة وهو الشورى وتقديم أولي الأمر، وفي نفس الوقت أن هناك فرق بين سند السلطة وأساس المشروعية. نعم. وهو هذا حتى في الفقه الغربي، اساس المشروعيه السوبر ليجاليتي او الليجاليتي سوبرير تعتمد اساسا على القواعد الطبيعيه او الفطره وعلى العرف وعلى الدين القيم. هكذا حتى في الفكر الدستوري الفقهي الغربي. يعني اساس التشريع وهو ليس مجرد، وهناك فرق كبير بين الحدود والاحكام، وكما اشار الاستاذ ان الحكم غير هو القضاء. نعم. في كتاب الله. نعم. ومن هنا جاء الخلق، لكن الأمر العام هو شورى. فسند السلطة يعني بتعبيراتنا العصرية، أو سند الحكم بتعبيراتنا العصرية، هو الشورى. وهي للجميع، وهي بالذات أساس الديمقراطية. والشورى وردت في كتاب الله بين إقامة الصلاة وإيتاء المال، ولم ترد في يعني كأن من هو مكلف بإقامة الصلاة أو إيتاء المال هو مكلف بالشورى. نعم. والشورى هي سند السلطة. يعني أساسا هي سند السلطة، أساس أو المرجعية كما عبر الأستاذ الكريم أنها المرجعية أو أساس المشروعية أو المشروعية العليا، سوبر ليجاليتي، ليجاليتي سوبرير، يعني هي في كل أنحاء العالم تماما. فأقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعدين لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. صحيح. فهي القواعد الطبيعية والعرف ومش العادات، أن ما استقر من أعراف مستقيمة وأساسية. صحيح. والأساس من الدين القيم، وهو تماما كما قال الأستاذ أنه الدين واحد، وهو ما عند اليهودية أو عند المسيحية أو عند الإسلام. نعم. هذه تكون المرجعية. نعم. وما يقوله البعض حتى في فهمهم للعلمانية ليس صحيحا. العلمانية هي الاهتمام بهذا العالم المعاصر الآن، سيكولورم معناها الاهتمام بهذا العالم الآن. وهي لا تعني أنها ضد الدين، فيجب أن ينتبهوا، ولكنها عند الشرقيين وعند العرب ذهبت إلى أنها ضد الدين. بينما هي جاءت في الغرب انطلاقا من الاتصال بالعالم الإسلامي لمواجهة صكوك الغفران، حيث كان يغيب الناس عن هذا العالم. فيجب أن، لكن في الإسلام وفي كل الأديان بالأصل أنها الاهتمام، وأن نحن لنا هذا العالم ولنا يوم آخر. ولذلك احنا النهاردة أستاذ إبراهيم يعني تتم لحديث حضرتك الجميل الأخ إبراهيم من ليبيا، النهارده كنا بنعمل هذه الحلقه خصيصا عشان نفرق بين الليبراليه المقصود بها الحريه المنضبطه، والليبراليه المقصود بها الانفلات والتحرر الكامل حتى عن ربقه الاسلام او حتى عن الضوابط الشرعيه والاخلاقيه. نعم. نتكلم عن العلمانيه وعلاقتها بالدوله المدنيه، وقلنا زي ما استاذنا الدكتور تفضل وقال العلمانيه الاستاذ ابراهيم بيتكلم عن العلمانيه هي متمشيه مع الدين. هو العلمانية بتحترم الدين كسلوك شخصي، كسلوك شخصي بين الإنسان ورب، لكن في التشريع العام في البرلمانات وفي الجمعيات الوطنية أو الهيئات التشريعية للدول، فالعلمانية
هي إذا التزمت هذه المؤسسات التشريعية بالدين فبتلتزم من باب رعاية الأخلاق العامة، لكن مش من القانون، وهي قد لا تختلف مع الدين. لكن اشتهر عن العلمانية وبعض القانونيين في العالم الإسلامي بيفهموها على أنها فصل الدين عن الدولة، يعني ليس ملزما بأن يراعي الدين في تشريعاته، وده المعنى أحد معاني العلمانية اللي احنا بنرفضها أو بننكرها. هو الأستاذ عادل كان بيسأل عن حرية الرأي والإبداع وثقة الأزهر، وهو كان بيستفسر عن مسألة تقديم العقل على النقل، يعني في الفن أو الثقافة أو الخلاف، وهل لا بس مطروح؟ أنا اسمح لي نرد على الأستاذ محمود الأول، هنرجع له طيب. بس هو السؤال الأستاذ محمود الحقيقة بره الموضوع، يعني تأجير الأرحام ده بره القضية. لا ما أنا عايز أقول له حاجة، أصل هو قال كلمتين. طب نتكلم بس الأول في الفن وحرية الإبداع. اتفضل. حرية الإبداع هل ده أصلا بيصطدم أساسا مع مسألة تقديم العقل على النقل؟ ما أعتقدش المسألة خاصة داخلين في بعض خالص. لا لا هو يعني. شوف دور العقل مع النقل هو مش واضح في البيئات الإسلامية للأسف الشديد. يعني هو درجنا على أن نقول من باب التقى والورع الشرع أولا ثم العقل. ده هذا من ناحية الالتزام الشرع بمعنى القواعد الأصيلة أو النصوص القطعية أو النصوص الظنية المفتوحة للعقل. بمعنى أن العقل دوره هنا يفهم النصوص ويستنبط منها أحكام. ومن عبقرية الإسلام أنه إدى للعقل مكانة ضخمة جدا، ليفهم النص وليتعقله ويستخرج ما فيه من أحكام دون صدام، وبلاغة القرآن دون صدام، بلاغة القرآن أنه كمية النصوص فيه القطعية محدودة جدا في الميراث وفي بعض العقوبات الكبيرة. لكن يعني شوف 6236 آية القرآن، منهم 230 آية و33 آية نصوص قطعية لا تحمل الاجتهاد، و6000 آية وشوية مفتوحة قدام العقل الإنساني. وعبقرية اللغة أنه النصوص الظنية بتحتمل دلالات كثيرة جدا، أنت تفهم منها حكم وأنا أفهم منها وآخر يفهم منها في ضوء القواعد الدينية والقواعد اللغوية، بيحكمها السياق كمان، القواعد اللغوية كمان، فبتدي آراء كثيرة جدا. ومن هنا كان اختلاف العلماء، الحكم واحد لكن طريقة الاستنباط أو فهم العقل من النقل والخروج منه بنتائج كان بيفرع المسائل. اللفظ العربي بيحمل سلة من المعاني، خد انت معنى واعمل به قانون في هذا الزمن. وامسحوا برؤوسكم، الباء للتبعيض يبقى بعض رؤوسكم، الباء للمصاحبه يبقى كل رؤوسكم. نعم. يعني ولذلك الحكم الفقهي الفرعي بيتغير. ما اقدرش اقول حاكم مرجعيه اسلاميه احكم بفقه الامام مالك النهارده. نعم مش هلغي فقه الامام مالك، لكن بعض اشياء فيه في المعاملات وفي الاعراف هيتغير. وهلاقي مجموع المذاهب كلها في النهايه هتمدني باللي اقدر اخده منها وتواكب مع العصر، هتديني ضوء اجتهد فيه وقاعده. طيب انا معايا فاصل أختلف. انا معايا فاصل ونرجع نكمل الاجابه على اسئله اخواننا. نعم. الكرام، والموضوع. نعم. في الحلقه النهارده الدوله المدنيه والدوله الاسلاميه والدوله الدينيه والفرق بينهم، وهل هناك تداخل بين الاسلاميه والمدنيه ولا لا؟ هنكمل مع حضراتكم واتصالات حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. كان سؤال حلقة النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك بيقول هل يوجد تعارض بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية؟ 14% قالوا نعم، 83% قالوا لا، 3% قالوا أحيانا. فواضح أن النسبة الكبيرة فاهمة فعلا اللي اتفقنا عليه النهاردة، أن ليس هناك تعارض بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية. أستاذنا الدكتور، احنا فاضل لي خلاص دقيقة وأقفل، بس كان في سؤال للأخ محمود اللي كان بيتكلم عن تأجير الأرحام. لو رغم ان هو خارج على موضوعنا المفروض ما نجاوبش عليه، بس سيادتك ليك رغبه في الرد. انا بعتب على الاستاذ محمود انه بياخد ثقافته من الـ 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 الاشياء الاقوال المرسله. يعني اولا فيما يتعلق بالحزب الوطني، انا رجل ازهري عضو مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر،
إذا استعان بي أي حزب مصري أو غير مصري أنا أستجيب للدعوة، ولم أكن يوما عضوا في الحزب الوطني، أنا لم أكتب استمارة طلب دخول الحزب الوطني. تمام. ليس لي في الحزب الوطني أي استمارة أو أي وجود رسمي. تمام. وقعدت 5 سنين في مجلس الشعب، معينا لم اشترك في اي اجتماع. دكتور انت غني عن التعريف، مش محتاج ترد عن نفسك، انت غني عن التعريف وراجل تأجير الأرحام كل اعتبار. هذا التأجير هذا اسم عنوان شعبي يشوبه الكذب والخلط، لانه انا قلت زوجتان لرجل واحد زواجا شرعيا بعقد شرعي، وده نشر في الاهرام وفي نشر الاخونا الاستاذ صلاح منتصر في الموضوع، يرجع إلى الأهرام ويجد هذا وليس تأجيرا أو فالمسألة فقهية. أي مسألة فقهية بتحتمل رأي والرأي الآخر، يعني فقهية طالما المرجعية صحيحة وهناك أدلة فقهية. مسألة فقهية تحل مشكلة. لكن فيما يتعلق بقى بقاله الأستاذ العقل والنقل، هو دور العقل دور كميا كبير، لكن كيفيا دور الشرع، لأن دور الشرع أنا بلتزم بالشرع في النصوص القطعية وفي القواعد العامة والمبادئ الأخلاقية الإسلامية. طيب أنا خلاص تقريبا التتر بينزل فعلا دلوقتي. أنا النهاردة هنخرج بنتيجة محترمة جدا، ليس هناك تعارض بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية، لا تعارض بين الإسلام والمدنية، لا تعارض بين الدولة الليبرالية والدولة الإسلامية، إذا كانت تعني إذا كانت الحرية المنضبطة التي لها حدود ولها مرجعية أخلاقية بالمبادئ الشرعية. إنما الحرية المنفلتة إذا كانت الليبرالية تعني الحرية المنفلتة بعيدة عن الشرع، نحن نرفض هذا الكلام. نعم طبعا إطلاق. بشكر سيادتك جدا أستاذنا الدكتور عبد المعطي البيومي المفكر الإسلامي وعضو مجمع حزب إسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر على هذا الحوار. بشكرك دكتور. شكرا. شكرا برنامج وأنت طيب. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. الشكر لكم موصول، وبكرة إن شاء الله نكون مع بعض بإذن الله في حلقة الجمعة بكرة إن شاء الله. شكراً.